الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم أنبيائه ورسله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه إلى يوم الدين وبعد. فبداية يسعدني أن أرحب سعادة الأستاذ الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، ونشكره شكرا كبيرا على تلبية هذه الدعوة وعلى تفضله أن نكون معه في هذا اللقاء. إن شاء الله نستفيد بخبراته العلمية والثقافية والإدارية في كثير من اللقاءات المقبلة بإذن الله تعالى. ونشكر الزميل الأستاذ الدكتور محمد سالم أبو عاصي على تعاونه الكبير مع وزارة الأوقاف وعلى هذا اللقاء الذي بالتأكيد استمتعتم به. ونرحب بكم جميعا ونتمنى لنا ولكم ولمصرنا العزيزة كل التوفيق، كما أرحب السيد الأستاذ مهاجر زيان يعني ضيفا على مؤتمر الأزهر الشريف، ونسعد بمشاركته معنا في هذا اللقاء. وهو ليس بعيدا عن الأوقاف، فقد استضاف بعض زملائكم في المركز أو في بعض المراكز الإسلامية التي يشرف عليها، ونتمنى له كل السداد والتوفيق. الحقيقة هذا لقاء استثنائي، وقد قالوا إذا أردت أن تعرف عند الله مقامك فانظر فيما أقامك. والحقيقة نحن نحسن بكم جميعا الظن، ولكن نؤكد على نقاط. حقيقة عندما شرعنا في هذا المشروع، وهو مسمى مشروع المئة عالم، صحيح العدد يزيد عن المئة تقريبا نحو 25، لأننا سنركز على من لديه الطاقة على المواصلة. قال لي أحد الأئمة وبعض الواعظات عندما أعلننا عن المشروع، هل هذه الدورة لمن حصلوا على الأكاديمية أو التدريب بالأكاديمية الوطنية أو بأكاديمية الأوقاف، أو أنه لغيرهم ممن لم يحصلوا على هذه الدورات؟ وأنا أدركم وراء الأسئلة، وبهذه المناسبة أحيلكم، وهذا ما ستتعلمونه إن شاء الله في هذه المراحل، إلى كتاب دلائل الإعجاز للإمام عبد القاهر جرجاني. وفرصة نحن أمام معرض الكتاب، ويمكن أن نحصل على كل هذه الكتب بسهولة ويسر. فهو صاحب نظرية المعنى ومعنى المعنى، وهي تقوم على البحث عن المعاني الثانوية التي تكون وراء المعنى الأول من ظهر النص. مثلا كما كان المتنبي عند سيف الدولة، وكان الناس يحسدون المتنبي على فصاحته وبلاغته، واستطاعوا يوما ما أن يستميلوا سيف الدولة الحمداني إلى جانبهم، حتى أغضبوه على المتنبي فرماه بدوات فشجه بالدوات التي كانت بين يديه، فقال المتنبي على السليقة: إن كان صدقكم ما قال حاسدنا فما لجرح إذا أردكم ألم. ثم أنشأ قصيدة طويلة كان منها: أعيذها نظرات منك ثاقبة، أن تحسب الشحم في من شحمه ورم. ظاهر البيت والنص أن تظن
أن المنتفخ من الوائم قوي، وأن الانتفاخ الناشئ عن الوائم قوة، عليك أن تنظر إلى ثاقب الأشياء. هذا هو المعنى الظاهر، لكن ما وراء المعنى؟ إياك أن تغتر بهؤلاء الذين يحسبون أنفسهم شعراء وليسوا شعراء. فبدل أن يقول له يجب أن تميز بين الأديب الحقيقي الذي هو أنا وبين الأدعياء الذين يحسدونني، ويكون فجا في خطابه ساقها مساق حكمة أخرى. فقالت أو قال: هل هذا لنا؟ فقلت: يمكن أن نتوقف عن البحث أو عن العلم أو عن التدريب في حالة واحدة. يمكن تقول أنا انتهيت ولست لا أحتاج إلى تدريب آخر في حالة واحدة. يمكن أن تقول أنا لا أحتاج إلى مزيد من التدريب ولا مزيد من التعلم. إذا أثبتت لي أن باب العلم قد أغلق، أو أنك قد أحط بالعلوم خبرا، وهذا ما لم يكن لأحد من قبل ولن يكون لأحد من بعد، لأن الله عز وجل يقول: وما أوتيتم من العلم إلا قليل. ولكن الذي لا يفطن إليه كثير من الناس أن المرأة يتوقف عن التقدم حال توقفه عن الاستزادة من العلم، وهذا في كل المجالات، وربما في وجود الأستاذ الدكتور محمود المديني ما يؤكد لكم ذلك، لأن هذا يظهر جليا في المجالات العلمية والتطبيقية. وطبعا دكتور محمود غني عن التعريف، وهو من خيرة الأساتذة الكبار الجراحين، لكنه إذا توقف يوما ما عن متابعة أحدث ما توصل إليه العلم وعن متابعة أحدث البحوث والمستجدات والأجهزة والتجارب الدولية سيتأخر بمقدار ما يتقدم الآخرون. مثل يظهر ذلك جليا في مجال تطبيقات الحاسب الآلي والذكاء الاصطناعي. أنا كنت في عودتي من موريتانيا إلى جانب خبير مصري شاب في مجال تكنولوجيا المعلومات، قال: التقدم الآن بالساعة وبالدقيقة وبالثانية، يعني أنت ممكن الساعة الآن 2:10 الساعة 2 تطبيق جديد ينزل، 2:10 في تطبيق جديد، بعد ساعة في نقلة، بكرة في عالم آخر في عالم الذكاء الاصطناعي. فكان يقول: عندما تتوقف أنت يسبقك الزمن. هذا يظهر جليا وواضحا، لأن ممكن معالي رئيس الجامعة يقول له في جهاز جديد، فدي حاجة كده تؤمن بها بالعين الإيه، في جهاز أكثر تقدما، الجهاز ده كان درجة اكتشافه كذا، الجهاز الثاني أحدث. في مجال تطبيقات الحاسب ده شيء تلمسه، لكن في مجال العلم النظري ربما لا تلمسه باليد، لكنك أيضا تتوقف عن العلم حيث يتقدم الآخرون عندما تتوقف عن التأهيل والتدريب. الأمر الآخر هذا بينته واضحا جليا في مقال، يعني من لم يراجعه يرجع إليه: العلماء والحكاؤون. عرف التاريخ كثيرا من الوعاظ والحكائين والبكائين. ممكن تجد إنسان لديه كاريزما شخصية يستطيع حيث ذهب أن يبكي الناس جميعا، لكنه ربما لا يضيف جديدا، وربما يشتتهم، وربما يضللهم، وربما يخرج بهم عن طريق الرشد. وبمناسبة الدكتور محمود، احنا نحتاج الى مفكرين ولسنا الى بكائين او صحيح الوعظ ده مهم، لكن نحن نهدف
إلى بناء شخصية علمية قوية. وأكدنا أن الناس لن تحترم ديننا ما لم نتفوق في أمور دنيانا، لن يحترم الناس ديننا ما لم نتفوق في أمور دنيانا. فإن تفوقنا في أمور دنيانا احترم الناس ديننا ودنيانا. ولذلك من الأخطاء التاريخية في مفهوم العلم، حصر بعض الجماعات أو الأشخاص لمفهوم ثواب العلم وأحاديث العلم والآيات الواردة في شأن العلم في العلم الشرعي، ظنا منهم على خلاف الأصل أنه الوحيد، مع أن الأمر أوسع. وأكدنا يا سيادة الدكتور، قلنا إن ثواب تعلم الطب لا يقل عن ثواب تعلم الفقه وثواب تعلم الهندسة، مع طبعا إذا توفرت النية والقصد كل الأحوال، النية دي شيء آخر، وثواب تعلم الهندسة لا يقل عن ثواب تعلم التفسير. طيب أيهما أعلى ثوابا، الفقه أو الطب؟ الهندسة، الفيزياء، أو علوم القرآن مثلا؟ حيث تكون حاجة المجتمع أشد يكون الثواب أعظم، وحيث يتعين الفرض أو حيث يكون فرض الكفاية يكون زيادة الثواب. بمعنى إذا كانت الأمة في حاجة إلى علماء ومفكرين في الدين ولديها ما يكفيها أو من يكفيها من الأطباء والصيادلة والمهندسين، وهناك مشكلة في الفكر الديني، كان التخصص والانقطاع إلى علوم الدين من ألزم اللوازم ومن فروض الكفايات ومن أعلاها ثوابا، لأن حاجة الأمة تقتضي ذلك. أما إذا كانت الأمة فيها من المفكرين والعلماء والكتاب والوعاظ ما يكفي من أو ما يكفيها أو ما يكفيها، لكنها في فقر شديد إلى أطباء، يبقى هنا ثواب تعلم الطب مقدم على ثواب تعلم الفقه، لأن الحاجة إليه أشد. وهكذا في سائر العلوم والصناعات العبرة بحسن القصد. ثم إن خدمة الدين والوطن لا تقف عند حدود تخصص معين، وإنما تقف على مقدار عطائك وإخلاصك لله ولوطنك. لأن حقيقة هذه النظريات القديمة الانعزالية جعلت بعض الجماعات تنعزل، وكان في فترة الثمانينات والتسعينات كان هناك بعض الشباب يتركون كلية الطب والصيدلة والهندسة ويجلس ليمارس أمورا يعني يسيرة جدا جدا تحت عنوان الدنيا فانية وفاني من فيها. وهذا الفكر كان مقصودا لتدمير الأمة حضاريا ولبس روح التخلف والسلبية، بأن هذه علوم دنيوية لا قيمة لها ولا تؤدي إلى طريق الآخرة. كل ذلك نال من الفكر. هذا جانب. الجانب الآخر وبلا تحرك، أذكر مثلا في مجال اللغة العربية، قالوا من لم يقرأ مغني اللبيب فليس بنحوي، ومن لم يقرأ دلائل الإعجاز فليس ببلاغي. مع أن هذه الكتب عند المتخصصين هي بدايات مفاتيح التخصص، ولكن للأسف الشديد بعض الناس ينخدع برأي العوام ورأي العامة في مجال العلم الدقيق شيء والحكم شيء آخر. فإذا ما كتب الله القبول لبعض الناس دعويا أو وعظيا، ناطح كبار العلماء بل ناطح كبار المؤسسات وقال يعني قولا ظنا منه أن التفاف العامة حوله قد جعل منه عالما كبيرا، وهو على خلاف ذلك. أنا أقول لكم لا يمكن أن يدعي أحد منا العلم دون أن يحيط بقواعد الأصول وقواعد وعلوم القرآن وعلوم الحديث وأصول الفقه
وثم الأمور الأخرى الطبية والحياتية والاقتصادية. ولذلك وأمر آخر وهو الأهم، أنا وأظن أنكم تشاركونني ذلك، لا أعد عالما على الإطلاق، ولا أحسبه على العلماء، ولا أعترف له بأدنى درجات العلم ما لم يكن متمكنا من أدوات العلم الأساسية التي هي مفاتيح لا غنى عنها لفهم النص الشرعي، وهو التمكن التام من علمي النحو والبلاغة. ومن يخطئ كثيرا في لغته يسقط من عين مستمعيه. فإذا أردت مقاييس هامة، إذا كانت لديك القدرة على التحدث في المحافل الكبرى بلغة عربية فصيحة يسيرة سهلة دون أن تتلعثم أو أن يأخذ عليك الآخذون مآخذهم، وكنت كمن قال فيه الشعر العربي: وننكر إن شئنا على الناس قولهم، وننكر إن شئنا على الناس قولهم، ولا ينكرون القول حين يقولوا، حين نقول، وننكر إن شئنا على الناس قولهم، ولا ينكرون القول حين نقول. لأن العاجز عن التحدث باللغة العربية وعن إتقان قواعد العربية وعن فهم علوم البلاغة هو أعجز ما يكون عن التعامل مع النص القرآني والنص النبوي بفهم ثاقب مستنير، وسيكون مجرد نقالة لكلام الآخرين غير قادر لا على الإبداع ولا على الابتكار. فلا يمكن لإنسان يدعي أنه عالم ما لم يكن متمكنا من أدوات اللغة العربية. وعندما تراجع الدكتور جلس معكم، يعني احنا جلسة طويلة وده تخصصه الدقيق، الشرط الأول عند جميع علماء التفسير لعلم التفسير، الشرط الأول مش بقى التمكن والإلمام الدقيق بعلوم النحو والبلاغة وسائر علوم العربية وعلوم اللغة، ومعرفة الاشتقاق الأصغر والاشتقاق الأكبر علم اللغة علم آخر، لأنك لا يمكن أن تفهم النص القرآني مثلا في قوله تعالى: وجاءت سيارات فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه. سيارة دي ممكن إذا ذهب ذهنك إلى المعنى المعاصر هتاخد السيارة الحديثة. سيارة هذا اللفظ يسمى عند علماء اللغة مثلا باللفظ المولد، اللفظ الذي كان يستخدم عند العرب قديما في معنى ثم أطلق على آلة تشبه أو يتوفر فيها هذا المعنى. فكلمة سيارة فعالة من السير، وكانت تطلق على من يكسر السيارة طويلا لمسافات طويلة وبقدرة على السير دون توقف. فلما جاءت العصر الحديث ووجدوا شبها بين هذه وتلك فأطلقوا لفظ سيارة، وهو لفظ موجود قديما ويسمى بالمولد، وهو الذي كان يستخدم قديما لمعنى ثم صار يستخدم لمعنى آخر. كثير من النصوص تتوقف على علم اللغة، قضية الاشتقاق الأصغر والاشتقاق الأكبر قضايا هامة جدا 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 جدا، لكنها مرحلة شديدة التقدم ما لم تدرك الفرق بين القياس والسماع في اللغة. على كل، لابد اللغة للعالم ليست من نافذة القول، بل هي أولى الأدوات لمن أراد أن يكون عالما، وإلا فليبقى على حافة الوعاظ والحكائين والبكائين ونحو ذلك. أما العلم فشيء
آخر. ولذلك سنجعل في هذا البرنامج علوما أساسية وعلوما فرعية. أما العلوم الأساسية فستتركز على أمرين: أولها التبحر في اللغة العربية. أقول كلمة إيه؟ التبحر في اللغة العربية، ونعد ذلك واجبا عينيا على من أراد المواصلة في هذا البرنامج. ليه؟ لأنك عندما تقول هذا مشروع المئة عالم ثم يتلعثم اللسان، فأين أنت من العلم؟ التبحر، وكلامي واضح، التبحر في علوم اللغة العربية وهو البرنامج الرئيس لهذه المجموعة، وهذا له ما بعده، لأن في المستقبل يكون كلامي واضح، لن يبقى على إمام واحد، لن يبقى على إمام واحد في المساجد الكبرى الرئيسية أو الرئيسة ما لم تكن لغته شديدة الانضباط وما لم يتبحر، ويمكن لإعادة ترتيب الأوراق سريعا مع الاختبارات العاجلة لهذه المجموعة. هذا جانب. ولن يمثلنا في أي مؤتمر خارجي من يتلعثم لسانه في اللغة العربية، لأنه لا يحسن أن يمثل وزارة كبيرة أو مؤسسة ضخمة كالأوقاف المصرية. هذا هو أهم برنامج عندنا. البرنامج الثاني هو المحاضرات التثقيفية في التخصصات المختلفة. فمثلا لو طرحنا، وده هسيب إن شاء الله يبقى معاكم محاضرات موسعة مع الدكتور محمود سيد رئيس جامعة عين شمس حول الثقافة العلمية، ربما يسألك إنسان عن الموت الإكلينيكي، هل هو موت أو ليس بموت؟ من لم تكن دارسا علميا متمكنا ربما تجد، إذا سألت كزمان برامج على النص يا حلال ولا حرام، أي واحد لا دارس له هو لم يسمع في حياته عن الموت الإكلينيكي، بس تقول له واحد يقول حلال والتاني يقول حرام، ولو سألته بعد ما يقول حلال ما هي عملية الموت الإكلينيكي لا يعرف عنها شيئا. تابع أي شيء حللت وأي شيء حرمت. لو سألت بعض الناس حكم الأسهم السندات الصكوك مثلا وحط حلال وحرام هيختار، ثم بعد ذلك قول له بقى فرق بين السهم والصك والسند اقتصاديا، تسأله عن البورصة، بورصة ممكن تعرف الجامعات المتطرفة، لك أعوذ بالله كأن البورصة يعني. طب يا ابني سؤال، أنت في حياتك دخلت البورصة؟ قعدت مع حد شغال فيها؟ عرفت كيف تدار؟ لا. فإحنا البرنامجان الأساسيان أو الأساسان هما اللغة العربية والثقافة العلمية بكل ما تعنيه من ثقافة طبية واقتصادية وجغرافية وتاريخية وحضارية وحاسوبية ولغات أجنبية. وإحنا هنديكم من الآن الاختيار عشان نبدأ هنشتغل صح وبدون أي إحراج. في واحد هيسجل فيكم منتسب إلى المشروع ويبقى جاهز أنه سيبذل جهداً وسيتعب معنا ولا يمتعض لا من عدد الامتحانات ولا من كسرتها ولا من تداخلها، وآخر يقول أنا سأجلس مستمعاً ولا علاقة لي بالمشروع وهندي له الله هدية عشان إحنا تميزوا أيها الناس، وهنعمل استمارة هتتوزع أنا عضو منتظم أو أنا مستمع. اللي عنده طاقة للتحصيل والاجتهاد يكتب أنا عضو منتظم، والآخر يقول أنا مستمع وظروفي لا تسمح لي بهذا الجهد الجهيد. هذا جانب. وإن تتولوا استبدل.
قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. يعني دي احنا بص ثقتنا في الله بلا حدود. القسم الثاني، إذن القسم باختصار شديد الضغط الأكبر سيكون على قضية اللغة العربية. قضية الثقافة العلمية يعني هي عملية تثقيفية تنويرية، محاضرات في الثقافة العلمية، ممكن يجي أستاذ دكتور محمود يشرح بعض الأساتذة، واحد يجي يتكلم عن قضية ظائق الأعضاء، عن نقل الأعضاء، على الأقل يبقى لديك تصور كيف تتم هذه الأمور، لأن الحكم على الشيء فرع عن تصوره. فإذا كنت لا تعلم ما يدور ولا ما يحدث فعلى أي شيء تحكم؟ هذا يعني سيكون أشبه بالمجال التثقيفي. إنما المجال الذي لا تهاون فيه هو مجال اللغة العربية. ثم إن كل واحد منا فيه جوانب قوة وبعض جوانب الضعف التي سنعمل على تنميتها. مثلا قضايا الدقيقة في علم التجويد، يمكن أن تكون قد تعلمت علم التجويد لكن هناك أمور تتصل بصفاته ومخارج الحروف ودقائق العلم. يمكن أن يأتي كبار المتخصصين في محاضرة في محاضرتين يتكلم عن دقائق علم التجويد. أخذتم دورات في المواريث لكن هناك أمور أكثر عمقا، يمكن أن تكون هناك بعض المحاضرات في علم المواريث لبعض النقاط التي تلتبس. دي كلها أمور تثقيفية، وهذا هو القاسم المشترك بينكم جميعا. أما بقى الجانب التخصصي فسنبدأ بعدد من المحاضرات العامة التي ستكون، نحن أصحاب نفس طويل ونعلم أن بعضكم في مواقع تنفيذية وفي مواقع إدارية ولن يتسع له مسألة الحضور الانتظامي الكبير. ممكن غالبا هتكون لدينا محاضرة كل أسبوعين، وهنتعلم على التعلم الذاتي لأن لديكم القدرة على التعلم الذاتي. هنبدأ مثلا اليوم كان معاكم الدكتور أبو عاصي في علوم القرآن، هيجي أستاذ تاني في التفسير وعلوم القرآن، على الأقل سيكون لدينا أستاذان في كل تخصص. أدو الدكتور أبو عاصي أستاذ تفسير علوم القرآن، ويجي واحد واثنين تاني أستاذ تفسير علوم القرآن. دي محاضرات عامة. بعدين هنجيب أستاذان في علوم الحديث، بعد ذلك أستاذان أحدهما في الفقه والآخر في الأصول، وهيبقى لدينا ثلاث تخصصات أساسية: تخصص الشريعة في الفقه والأصول، تخصص أصول الدين في الحديث والتفسير، تخصص اللغة العربية. واللغة العربية قسمان، قسم عام للجميع وهو الثقافة اللغوية العامة، وقسم التبحر الدقيق للمجموعة التي ستختار اللغة العربية. القسم العام هيراجع القواعد الأساسية في النحو، القواعد الأساسية في البلاغة، التشبيه، الاستعارة كعموميات. يعني اللغة العربية للجميع القصد منها ضبط اللسان. أما التبحر فسأدخل معكم في الخصائص ابن جني والكتب الايه، قراءة الكتب المتعمقة، الكافية لابن الحاجب، الشافية لابن الحاجب، الجاسوس على القاموس، الكتب اللي هي التي تبني العلماء. يقع لكم دلائل الإعجاز، يقع لكم، احنا كنا ندرس دلائل الإعجاز، أصار البيان إمام عبد القاهر، ربما يخوض بكم في شروح التلخيص، يعني هيدخل معكم في العمق. فعندنا، لكن هذا لن يبدأ الآن، سنأخذ محاضرات مع أساتذة كسر، ثم بعد ذلك لكل واحد منكم أن يختار الأستاذ والتخصص الفرعي. واحد يقول والله أنا عايز أكمل تفسير وعلوم قرآن، واحد وأنا مع الدكتور أبو عاصي، أنا مع الدكتور فلان، أنا فقه مع الدكتور عبد الله النجار أو سطار الجبالي أو رمضان الهتيمي، أنا لغة عربية مع الدكتور عوض أو الدكتور إبراهيم الهدود أو مع فلان من الأساتذة. وهتبقى مجموعات صغيرة، المجموعة ممكن تبقى 5 أو 10، وهم حاضرين بقى مع الأستاذ، يقابلهم مرة في الشهر، يقابلوه محاضرة دقيقة، يعملوا مجموعة تواصل. هو في النهاية عند مرحلة معينة، عند مرحلة معينة هيقول لي المجموعة دي أنا بسلمها لك.
المجموعة دي أنا عارفين نظام الأزهر القديم وشيخ العمود يقول المجموعة دي بقى أنا بقدمها لك للامتحان. تعقد لجنة خماسية زي زمان، تيجي بقى لجنة تقعد، مش هو وهو ليس عضوا فيها، تيجي لجنة تقعد معاه في التفسير تشوفه عامل ايه، لجنة تقعد معاه وتضحك، ما هو خلي بالك، ما هو عشان خلي ما هو ده بص أول العلم المكاشفة، ما هو ده بيبين ايه احنا فين، أين نضع أقدامنا، ليه وضع أمتنا وصل إلى هذه القضية لسبب، لأن معظم الناس في كثير من الجوانب وقفت على هامش العلم واستحيت من المكاشفة، وحسب على العلماء من ليس منهم، وأطلق لفظ عالم على من لا يستحق، مما جعل القضية تصل إلى هذا الحد، إذ لا ينبغي أن يطلق اسم عالم. ولذلك اخترنا مشروع المئة عالم، لما تقول فلان عالم ساعتها نبقى عالم بجد، مش عالم بالأونطة ولا عالم بالكلام ولا عالم بالصوت العالي ولا عالم بأي حسابات أخرى، يكون عالما بمعنى كلمة عالم. أظن كان مين اللي قاعد معانا ساعة حبينا نمتحن بعض الناس، جبنا كتاب كده كتب قديمة، كان مين الأكتر، الدكتور أيمن، الدكتور أيمن كان قاعد، ونوح، أنا أجيب لكم كتاب، الكتاب ده كان زمان ممكن كان بيبقى على الإعدادية، جايبين مجموعة كتب قديمة كده، وقلت لهم طب يا إخوانا الشباب اللي جايين ومعاهم دكتوراه في اللغة العربية مش عايز منك حاجة، دكتوراه في اللغة الإيه؟ أنا عايزك بس تقرأ لنا الصفحة دي، تقرأها. كانت لا حقيقة إحنا للأسف إذا لم نكن على يقين من أننا في حاجة إلى جهود مضنية للعمل على أنفسنا، فنحن نخادع أنفسنا ونتأخر عن الركب. وإياك إياك أن يغرك الشيطان أو يخدعك أو يخدعك، إياك أن يغرك الشيطان أو يخدعك فتقول هذا كلام محبط، لا والله، صديقك من صدقك لا من صدقك. والحقيقة الشيخ مهاجر يعلم ذلك، يظهر الغص من السمين عندما تكون هناك لقاءات دولية كبار وتلتقي بعلماء ومفكرين ومتحدثين من مختلف دول العالم، وكما قال المتنبي وهبني قلت هذا الصبح ليل، وهبني قلت هذا الصبح ليل أيعمى العالمون عن ضيائي، وهبني قلت هذا الصبح ليل أيعمى العالمون عن ضيائي، وقد قالوا ليس كل ما يلمع ذهبا وما كل بيضاء شحمة، ليس كل ما يلمع ذهبا. ولعلما ابن رجب الحنبلي كتب رسالة في باب العلم، خطوات الغرور برأي العوام، القضية تحتاج إلى مراجعة نفس، إلى وقفة مع النفس، يمكن أن تختار طريقا وليس عيبا أنك تختار طريق الوعظ، طريق الأمر اليسير، لكن أن يعني أن يخادعك الشيطان ويجعل من الإنسان متجاوزا لقدر نفسه فهذا أمر يرتد بالخطوة. ثم إن الأمر هل يستحق هذا العناء؟ إن كنت من أهل الدنيا ربما فكرت أن الأمر يستحق أو لا يستحق، لو كانت القضية دنيوية ماذا يمكن أن أكسبه؟ هبقى في جامعة كبيرة، مش فارقة معايا بقى في جامعة صغيرة، هسافر، ما أنا بسافر من غير الوزارة، يعني لو الحسابات دخلت لك حسابات دنيوية بحتة الشهر، ما أنا مشهور، يعني
وانا هتشهى اكتر من كده، ده انا اشهر من فلان، اشهر من كل علم اللي بقول عليهم. لو القصة شهرة، القصة مال، ده انا فلوس مش عارف وديها فين. لو القصة بالنسبة لك شهرة او مال او سفر او منصب، والله ما هتفلح، مش هتكسب، لانك هتيجي في لحظة وتلاقي الهم والتعب والنصب اللي جاي لك اكثر من المكاسب. وعند لحظة يا عم بنظبط الشغلية دي، انما ان اخذتها قضية دين حقيقي، وان خدمة الدين تحتاج الى هذه الهمة، ولا يمكن ان نخدم الدين خدمة حقيقية الا بها، فهذا سبيل ميسر. انت بقى شوف نيتك، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة، من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد، ومن أراد الآخرة وسعى لها. خلي بالك ادي بقى الفهم، كم نقول وسعى لها، ومن هناك من كان يريد العاجلة، لاحظنا بلا قيد ولا شرط، من كان يريد العاجلة، ادي الاول اهو عجلنا، مفيش قيود بين الشرط والجواب. من كان يريد العاجلة، اللي عايز نديله ما نش، بس مش هديه بمزاجه برضه، ما نشاء لمن نريد، بس من كان يريد العاجلة عجلنا، ما قالش من كان يريد الاخاء اعطينا، ما جاتش القياس. لو القياس كان يقول من كان يريد عاجلة عجلنا ومن كان يريد له الاخاء أعطى. لا، لكن في فرق بين الاثنين. الدنيا ممكن تجي لك كده، ممكن تجي لك تجي لك، لكن الاخر لا، مش هتجي لك الا بحساباتها. ومن اراد الاخره اشتغل. انت ممكن بقى تبقى عايز تبقى مشهور بالاونطه، تتشهر بالاونطه، ممكن تبقى لكن تبقى ترضى ربنا بالاونطه، لن يكون. ومن أراد الآخرة وسعى، سعى، عارف كلمة السعي تعني الهمة، وسعى مش قالش حتى عمل، لأن ممكن يعمل ببطء، لكن السعي عمل بهمة ونشاط، وسعى وبعدين لها، لها هي، ما بتحكش على ربنا ولا على نفسه، وبعدين إيه؟ سعيها هي، مش سعي الدنيا ويضحك يقول لك يا عم واحنا بتوع ربنا. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها، ما قالش هنعمل لهم ايه، فأولئك كان سعيهم مشكورا. كحديث، فمن كانت هجرته لدنيا يصيبها او امرأة ينكحها فهجرته الى ما هجر اليه، ده نيته. ومن كانت هجرته إلى الله ورسوله، ما قالش هنديه الجنة، لا، فهجرته إلى الله ورسوله، يكفيه النية. أنت مع ربنا عايز إيه تاني؟ هجرتك إلى الله، أنت في ضمانة كبيرة. ومن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله. يا ابن آدم، أنت في حاجة إلى نصيبك من الدنيا، ولكنك إلى نصيبك من الآخرة أحوج. فإن أنت بدأت بنصيبك من الآخرة، فإن أنت بدأت بنصيبك من الآخرة، بدأ بنصيبك من الدنيا فانتظمه، مر بنصيبك من الدنيا فانتظمه انتظاما، فأصلح الله لك أمر الدنيا والآخرة. وإن أنت بدأت بنصيبك من الدنيا، ضيعت نصيبك من الآخرة، وكنت في نصيبك من الدنيا على خطر. كنت في زيارة قريبا، وقام أحد إلى دولة موريتانيا الشقيق، وقام أحد المفكرين الكبار من أساتذة التاريخ الكبار، قال أنا بستغرب لحال دولنا العربية والإسلامية،
أنت ممكن تدخل دولة عربية أو إسلامية لو سبت حذائك وحذائك غالي شوية أو جديد وأحيانا حتى القديم تطلع ما تلاقيهوش. وفي بعض العواصم الأخرى الغربية أو الأوروبية أو اليابان أو نحوها قال لي ممكن تترك حقيبتك أو محمولك وترجع تلاقيه. فقال لي القصة فين؟ الخلل أين يكون الخلل؟ قلت أن الجماعات إياها المتطرفة والمتاجرة بالدين والمتكسبين بالدين من غير الجماعات أيضا ركزوا على جوانب معينة. ركزت هذه الجماعات على الولاء التنظيمي والانتماء التنظيمي وعلى إصارة العواطف دون بناء منظومة حقيقية من القيم. ولذلك تحذيري الأخير العجلة العجلة في أمور الدنيا العجلة فيها إذا كنت لم تؤمن بأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك وما أصابك لم يكن ليخطئك يقينا عقديا كاملا فأنت على خطأ ولا خيال فيك ولا في دعوتك ولا في كلامك. وراجع نفسك هل نحن على الطريق حقيقة؟ هل نريد أن نكون على الطريق؟ هل نحن أصحاب رسالة حقيقية؟ هل نحن أصحاب قضية حقيقية؟ نسأل الله أن نكون كذلك. لن نطيل نكتفي بهذا وبعدين سنترك لكم استبيانا. الاستبيان الأول من أراد أن يكون منتظما علميا ومن أراد أن يكون متابعا ومستمعا بعد 3 أشهر من المحاضرات العامة سنفتح مجال التخصصات الفرعية لمن أراد يختار الأستاذة والعلم ونفسنا طويل ومراحلنا ممتدة. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا لما فيه خدمة ديننا ووطننا والإنسانية إنه ولي ذلك القادر عليه.